السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله رب العالمين اعمل ايه فوكس. لا مش مشكله عادي انا هعمل لها مونتاج. عملت فوكس. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن درس جديد اللي هو ايه قانوني كيرشوف او قانون كيرشوف. مش هنفصل بعض عشان حاجه بسيطه زي القانون الاول. الاول لكيرشوف استاذنك مش عايز حد يضحكني عشان لو فتحت بزاف مش هنخلص. القانون الاول لكيرشوف اسمه ايه؟ اسمه قانون الوصله. قانون الوصله. شو الوصله دي بقى؟ الوصله دي بيقول لي ان انا يكون عندي مكان في الدايره، عندي نقطه في الدايره ومتفرع منها ثلاث اسلاك او اكتر. يعني ممكن سلك زي ده ويبقى النقطه دي جزء من دايره يا بنات. جزء من ايه؟ من دايره. ممكن يكون عندي تيار داخل هنا اسمه اي 1 وفي تيار تاني داخل من هنا اسمه اي 2. ممكن كيرشوف بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ان مجموع التيارات الداخلة مجموع التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة. سهل ولا مش سهل؟ سهل جدا. يعني ايه الكلام ده يا بنات؟ خلي بالك النقطة ديت، ركزي معايا، انتبهي معايا، ما تنتبهيش مع حاجة تاني. النقطة دي اسمها ايه؟ داخلها كام تيار؟ داخلها تيارين، مين ومين؟ اي 1 زائد اي 2. هل ينفع ان انا اخلي في تيار ثالث داخل هنا؟ لا يا استاذ ما ينفعش، بناء على كلام كيرشوف ان طالما دخل التيارات لازم يكون في تيارات بتخرج. ثاني يا استاذ، يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان انا لازم يكون عندي تيار هنا خارج كده وهسميه وليكن اي 3. معنى كده يا بنات ان التيارات الداخله اللي هي اي 2 زائد اي 1 زائد اي 2 هتساوي مين؟ التيار اللي خارج اللي هو اسمه اي 3. طب ممكن بعد اذنك لو انا فرضت ان اي 1 دي بتساوي 2 امبير واي 2 ديت بتساوي 3 امبير، اكيد انت عارفه الباقي. انا هسال على مين؟ اي 3. اي 3 يكون كام؟ 5. انت مكسوفه تطلعي صوتك ولا ايه؟ اتكلمي ما تخافيش، كل واحد يتكلم بحريه. يبقى هنا ايه؟ 5 امبير. يبقى احنا كده يا بنات خلاص اتفقنا على ان الموضوع مجموع التيارات اللي داخله تساوي مجموع التيارات اللي خارجه، وده قانون سهل جدا 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 اسمه قانون الوصل. وليه اسم دلع؟ عارفه اسمه الدلع ايه؟ اسمه قانون حفظ الشحنه. يعني ايه قانون حفظ الشحنه؟ مش انتوا عارفين ان الاي بتساوي كيو على تي؟ ايوه. يعني التيار عباره عن شحنات بتمر خلال فتره زمنيه محدده. يعني معنى كده ان ده بيدخل لي شحنات وده بعد بيدخل شحنات. كمية الشحنة اللي دخلت خلال زمن محدد لازم تساوي كمية الشحنة اللي تخرج خلال نفس الزمن. سهل الكلام؟ أيوة. كلام جميل. طيب يبقى كده يا بنات ده القانون الاولاني وسهل جدا 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 جدا، واعتقد انكم يعني مفيش اي مشكلة معانا. تيجي ندي مثال اكزامبل. طيب لو فتحنا الكتاب عندك صفحة كام في الكتاب؟ صفحة 147 مراجعة المفاهيم 6.1. في الكتاب في السؤال دوت يا بنات عامل لي ايه؟ عامل لي هنا كارنت كده اسمه اي 1 وهنا كده في تيار اسمه اي 4 وهنا تيار اسمه اي 3 وعامل لي تيار تاني هنا اسمه اي 4 اي 2.
ومدينا اختيارات، بيقول لي انهي اختيار اللي صح. عايزك فيل فري. ايه فيل فري؟ كيف يعني ايه فيل فري؟ يعني فري. طيب يبقى احنا دلوقتي لو طبقنا قانون كيرشوف الاول عند النقطه هذه، بعد اذن اتفقنا التيارات اللي داخله بتساوي التيارات اللي خارجه. يلا لو انا كتبت هنا الداخل وهنا الخارج، ممكن واحده تساعدني تقول لي اكتب ايه هنا؟ اتفضلي. اي 3 واي 1 هنا. ايوه في الداخله اي 1 بلس اي 2 اي 3 اي 2 ولا اي 2؟ اخر كلام. اي 3 واي 1. طيب تعالي مع بعض كده، اي 1 داخل النقطه ولا لا؟ ايوه واي 3 واي 3 داخل صح؟ انتوا متميزين جدا. هل في حاجه ثانيه داخله يا بنات النقطه دي؟ اي 4 صح كده، برافو عليكي. اي 4 يلا يا بنات التيارات اللي خارجه مين؟ اي 2 يس اكزاكتلي برافو عليكي. طب تيجي نعمل اعاده ترتيب للمعادله. يعني ايه اعاده ترتيب؟ عايز المهم كلهم في طرف واحد في جنب واحد، نعرف ولا ما نعرفش؟ نرتبهم، نخلي 1 الاول 2 الثاني 3 الثالث 4 الرابع. يلا بينا يلا بينا نعمل ايه؟ هتقولي لي يا مستر هجيب دي الناحيه دي بعكس الاشاره، هيبقى اي 1 ناقص اي 2 زائد اي 3 بلس اي 4 ايكوال زيرو. لا خلاص بقى ايكوال زيرو. ايكوال ايه؟ زيرو. سهل الموضوع؟ سهل. طب اقول لك حاجه، سبوز، عارفه سبوز يعني ايه بالانجليزي؟ يعني ايه؟ ماشي افترضي ان اي 4 هذه 3 امبير. يلا اي 1 اديها كام؟ اي 1 اديها كام؟ اثنين. اثنين والله ما مزعلك، 2 امبير. اي 2 اديها كام؟ اي 2 4 استاذ خلي اي 3 اي 3 وي دونت نو. طيب تيجي نحسب اي 3 سهل. تعالي سهل يلا نجرب مع بعض. يلا اي 1 بكام؟ 2 ب 2 ناقص 4 اي 2 بكام؟ 4 برافو عليك. بلس اي 3 بكام؟ المصحف معرف. اي 4 بكام؟ 3 ايكوال كام؟ معادلة سهلة صح؟ تلاقيك انت بتقولي ايه الهيافة دي؟ هو كيرشوف طيب للدرجة دي؟ هنعمل ايه يا بنات؟ هنقول لما يا جماعة ما اعرفش اجمع، ادي 2 و3 كام؟ 5 ناقص 4 فيها كام؟ 1 يروح الناحية التانية سالب 1. شو هالتخبيص؟ استنى يا استاذ. بس استاذ الخارج لازم تسوي الدرجة. وات ذس؟ وات ذس فعلا وات ذس؟ يبقى كده لا مظبوط، احنا كده مظبوط صح؟ يطلع كده ان اي 3 ايكوال ماينس 1. عارفه يعني ايه ماينس 1؟ يعني سالب 1. يعني اتجاهه عكس الاتجاه المفروض. بنات واحنا بنحل ان شاء الله رب العالمين هنلاقي تيارات تطلع بالسالب. عارفه تكتبي جنبها جمله كده احفظيها ما تنسيهاش، هتقولي كده ان التيار هذا اتجاهه عكس الاتجاه المفروض، يبقى التيار اي 3 اتجاهه عكس الاتجاه المفروض. على فكره المساله احنا حليناها اللي موجوده عندك في الكتاب، احنا بعد كده فرضنا ارقام على مزاجنا. لقيت لك حاجة جميلة أوي، حاجة إيه؟ لذيذة أوي. لما حسبت بالمعادلة لقيت إن التيار قيمته طلعت سالب 1، عارفين يعني إيه سالب 1؟ يعني قيمته 1 بس باصص إيه؟ للخارج. كده أهو للخارج أهو. قيمته 1 أمبير. طب بليز لو سمحت، اللي داخل دلوقتي كام؟ 2 و3 5. اللي خارج كام؟ 4 1 5. ظبطت ولا ما ظبطتش؟ مجموع التيارات الداخله تساوي الخارجه ولا لا؟ مبسوطه كده؟ تمام سهل الموضوع؟ حلو الحمد لله ربنا يفرحك. تعالي بقى نشوف ايه القانون الثاني الكيرشوف، وبحكم ان احنا السبوره ديت مركزين عليها
فاضطر امسح الكلام دوت ونعمل القانون التاني الكرش. اتفقنا؟ يلا بينا. القانون التاني الكرشوف بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه بقى يا ستي؟ بيقول لي ايه؟ مش عارف. قولي طيب. ده اسمه القانون الايه؟ الثاني. الثاني. القانون الثاني لكرشوف. يطلق عليه اسم قانون الحلقة. قانون الايه؟ الحلقة. واسمه الدلع. الدلع؟ اه كل حاجة اسم الدلع. اسمه قانون حفظ الطاقة. يبقى قانون الحلقة اسمه قانون حفظ الايه؟ الدلع. الدلع. اي؟ يعني قانون الاول كان اسمه قانون الايه؟ الوصله، وسميناه حفظ الشحنه، وعرفنا ان مجموع التيارات اللي داخله بتساوي مجموع التيارات الايه؟ الخارجه. تمام؟ تمام. القانون الثاني دوت اسمه قانون الحلقه او قانون حفظ الطاقه. انا هقوله باسلوبي مش باسلوب كيرشوف، ومعلش كيرشوف سامحني. كيرشوف بيقول ايه بقى؟ مجموع ال فيات، مجموع الفيات تساوي مجموع الاي ارات. ايه ده الفزوره دي؟ ايه مجموع الفيات بتساوي مجموع الاي ارات ده؟ مجموع الفيات اللي هي مجموع فروق الجهد للبطاريات. يعني ايه يا مستر؟ ما احنا بعد كده بقى هنرسم دايره فيها بطاريتين وثلاثه وحاجات زي كده. يبقى مجموع الفيهات اللي هي مجموع فروق الجهد للبطاريات بتساوي مجموع الاي ارات. مين الاي ارات دي يا بنات؟ اللي هي مجموع الهبوط في الجهد عبر المقاومات او خلال المقاومات. في المقاومة. مش احنا يا بنات قبل كده كنا متفقين ان في حاجة اسمها قوة الدفع الكهربائية، وفي حاجة اسمها الهبوط في الجهد، وهي كانت بتتقاس بالفولت، وهي بتتقاس بالفولت، صح كده؟ وكنا بنقول القوة الدفع الكهربائية اللي هي اي ام اف الكتروموتيف فورس، والهبوط في الجهد اللي هي اسمها بوتنشال دروب. اتفقنا؟ اتفضلي. عليكم السلام. اكشن. نكمل مع بعض. بس يا بنات بقى الموضوع دوت، موضوع قانون كيرشوف الثاني ده، محتاج مننا شويه تركيز. خلاص؟ شويه ايه؟ تركيز. اوعديني انك انت تركزي معايا في 10 دقايق دول عشان نتعلم حاجه حلوه. اتفقنا؟ يلا بينا. بص كده انا مسحت الكلام ده كله، وتعالي بقى ايه؟ ندي مثال ونشوف الموضوع يمشي ازاي. انا هعمل لك دايره، دايره كده مثلا، هحط بطاريه هنا. اوكي. احط لك مقاومه هنا. ايه رايك لو زدنا مقاومه تاني هنا؟ ممكن احط بطاريه، اخلي الموجه فوق وسالب تحت ولا العكس؟ زي ما انت عايز. سالب فوق. سالب فوق. سالب تحت كده. اوكي. وبعدين ايه رايك نزيد مقاومه هنا تاني؟ احط مقاومات تاني في حته؟ لا خلاص خلاص. كفايه بكفي؟ مثلا في برنامج ما يطلبه المستمعون. يلا بينا. تعالي نسمي المقاومه دي، اسميها ار 1 مثلا، وتساوي كام اوم؟ 15 اوم. 15 اوم كتير. 1 قليل. 5 خلينا متوسطين. ماشي. يلا. وهي اللي نسميها ار 2 نديها كام؟ 3 اوم. 3 اوم. هي ار 3 4 اوم. تساوي كام؟ 1. 4 خليها 1 يا استاذ. 1 قليل. 4 خليها 4. يا شيخ زودني انت هتفتح حاجه من جريك. 4 هاي نزل كام فولت هذه؟ 12. 12 فولت. اوكي. هاي 15 يا استاذ. حاضر 9 فولت.
طيب بص يا مهدي، السؤال ممكن يجي لي دايره زي دي كده ويقول لي اوجد قيم التيارات المره في المقاومات الثلاثه، يعني عايز اي 1 واي 2 واي 3 وحدد اتجاههم. يبقى يقول لي بيطلبي مين قيم التيارات دي قيمتها كام وحدد اتجاهها، يا ترى ماشي هنا كده ولا ماشي كده، يا ترى التيار بتاع دي ماشي كده ولا ماشي كده. لغايه كده متفقين؟ متفقين. بص بقى يا سيدي، انت بتفرضي اتجاه التيار على مزاجك، في ابسط من كده؟ تفرضي اتجاه التيار as you like as you dash، قصدي as you wish، خلاص عشان الموضوع يخش اجابه. ادي حاجه، واطلع القيم، لو طلعت القيمه موجب مرحبا انا كده كنت فارض الاتجاه الصح. لو طلعت القيمه سالب اكتب ايه؟ اتجاه التيار عكس الاتجاه المفروض، ما شخبطش المساله ماشي؟ اتجاه التيار عكس الاتجاه الايه؟ المفروض. تعالوا ندي اتجاهات على مزاجنا، يلا بينا؟ نبدا من فين؟ ايه رايك لو قلت ان التيار يطلع من دي كده؟ يمشي كده واسميه مثلا اي 1، ايه رايك في الموضوع ده؟ اوكي فرضا مثلا يعني جه اي 1 ده في النقطه دي حصل له مش الناحيه دي والناحيه دي، عادي ولا مش عادي؟ عادي. يبقى كده احنا فرضنا يا بنات اتجاهات التيار، يبقى التيار ده مشي كده، ده نسميه اي كام؟ 2. وده نسميه اي كام؟ 3. استاذ الحق ده انت كاتب لي اي 2 عند ار 1، عادي يعني ايه المشكله يعني؟ يبقى التيار بتاع المقاومه دي هو ده. يا استاذ ده انت كاتب لي ار 2 واعمل لي هنا، عادي والله الموضوع ايزي. اوكيشن؟ اوكيشن. طب بص يا بنات، ممكن تيماجيني معايا بعد اذنك، التيار اي 2 ده هيلف يلف يلف يجي هنا اي 2 ولا لا؟ يقابل مين جاي؟ يمشوا مع بعض هنا ولا لا؟ اسمه ايه بقى اللي يمشي هنا؟ اي 1. يس هو نفس اللي اتفرق اهو 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 اهو. ينفع يغير اسمه وهو ماشي في السير؟ لا هذا مين؟ اي 1. انت شكلك مش مصدقاني بس والله اقنعك. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له بتطبيق قانون كيرشوف الاول عند نقطة A. يلا بينا بتطبيق قانون كيرشوف الاول عند نقطتين، ما تزعليش، A و B. بليز عند نقطة A مين التيارات اللي داخلة؟ One. مين اللي خارجة؟ Two و three، صح؟ يعني كده اقدر اقول ان ال I1 يساوي I2 plus I3. طب ما تيجي نطبق عند نقطة B مين اللي داخل النقطة؟ Two و three. مين اللي طلع من النقطة؟ هي هي ولا لا؟ هي هي. مقتنعات؟ ايوه. يس تعالي بقى حضرتك كده نعمل اعاده الترتيب اللي علمتها لك وانت صغننه، يعني ناخد اي 2 اي 3 كله جنب واحد، يلا بينا. اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال، وتبروزي المعادله دي عشان مهمه قوي، دي معادله رقم واحد. استاذ طب ليش ما ادينا الاي 1 جبت الاي 2؟ ينفع عادي خالص عادي خالص، يبقى سالب اي 1 ينفع، كل شيء جايز اللي انت عايزاه. اوكي شيف؟ طيب لوك تو مي، القانون الثاني اسمه قانون الحلقه اللي احنا ما اتكلمناش عليه، قانون الحلقه اللي هو مجموع الفيهات يساوي مجموع الاي ارات. عايزين نتفق مع بعض اتفاق ما ننساهوش في اللغه، الاتفاق ان التيار بيمشي من الجهد العالي للجهد الايه؟ واطي يعني ايه يا بنات؟ شايفين التيار ده؟ شايفين اي 2؟ بص مع صباعي كده اي 2 ماشي كده، يبقى هنا جهد عالي يعني موجب وهنا جهد منخفض يعني سالب. تعالي يا بنت تاني، شايفه تيار اي 3 ماشي كده، يبقى جاي من الجهد العالي
الموجب، الجهد الواطي السالب. شايفين التيار ده؟ ها الناحية دي عامل إشارة إيه؟ موجب. موجب. الناحية دي عامل إشارة إيه؟ سالب. طبعا أنت بتتعلمي حاجة جديدة ها؟ فالموضوع عادي إن إحنا نغلط مرة واتنين وتلاتة. وبعد كده بفرض مسار. يعني إيه مسار؟ عارفة المسار؟ المسار ممكن أمشي من نقطة A أجي هنا أجي هنا أجي هنا أرجع A، ده اسمه مسار. اسمه إيه؟ مسار. مسار. تعالي نسميه. يبقى A مثلا C D. يبقى المسار عندي إيه يا بنات؟ قولي معايا كده. C A. أدي في مسار أهو. A C D B A زي السلم الموسيقي. المهم برجع للنقطة اللي أنا بدأت منها. حلو المسار ده؟ أيوه. يلا بينا ندي مسار تاني. ايه رايك النقطه دي نسميها ايه؟ اف. النقطه دي نسميها اي. يلا شايف المسار ده؟ اف اي بي اي ده مسار. هل في مسار تالت في الرسمه؟ لا والله العظيم هي في اهو. سي دي اي اف مسار ولا مش مسار؟ مش انت حافظه السلم الموسيقي؟ ايوه. عارفه السلم الموسيقي اللي هو ايه؟ دو ري مي فا سول لا سي دو. لازم تختميها بدو. دلوقتي بدات منها. يبقى ابقى ابلش من هون ارجع لهون. ايوه ايوه. خلاص عشان ما نطولش مع بعض ناخد المسار ده عشان في ناس بدات ايه؟ الموضوع المسار ده هسميه واحد. عارفين يعني ايه؟ هبدا ايه؟ C D B A. اوكيشن؟ اوكي. هنتفق مع بعض اتفاق نكتب له كده بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار واحد. بص يا بنات اقسم بالله طلعت لايف طيب بص يا بنات عايزين بقى عشان نعمل حاجه جديده انا عامل كده ليه؟ انا هلف كده انا هلف كده اوكي اي عنصر يقابلني اي عنصر يقابلني هخرج منه اشوف الاشاره بتاعته ايه؟ اي عنصر يقابلني هخرج منه اشوف الاشاره بتاعته ايه؟ تعالي معايا انا امشي كده مشيت كده لقيت مين؟ البطاريه. خرجت منها لقيت الطرف الايه؟ السالب. صح هو الطرف الصغنن ده السالب. سالب كام؟ 9. يبقى اكتب له سالب 9. كملي معايا في المسار لحسن هتقوم وانا ماشي. عديت من العنصر الاولاني هعدي من العنصر الثاني هعدي من العنصر الثاني لقيت ايه؟ موجب. موجب. اي في ار. موجب اي في ار. موجب الاي احنا مسميينها ايه يا بنات؟ اي 1. الار قيمتها كام؟ 4. يبقى 4 اي 1. نكمل مع بعض. انا مشيت كده طلعت من العنصر ده لقيت ايه؟ موجب. موجب اي 3 مضروبه في 3. 3 صح؟ يعني موجب 3 اي 3 وصلت للنقطه اللي بدات منها يساوي صفر. تاني 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 بسرعه كده بس انا ببدا من اي نقطه على مزاجي انا قلت همشي كده مشيت ما لقيتش اي حاجه خالص ما لقيتش اي حاجه لقيت بطاريه خرجت منها لقيت السالب سالب 9 كنت كاتب سالب 9 كملت 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 خرجت من المقاومه لقيت موجب موجب كام؟ اي ار الاي 1 مضروبه في 3 كتبت 3 اي 1 كملت يا بنات لقيت عنصر تاني خرجت منه لقيت موجب 3 اي 3 وصلت للنقطه يبقى يساوي صفر ونعمل ري ارينج على نفس الترتيب ده هبلش باي 1 اي 2 اي 3 يساوي رقم يلا بينا عندي هنا اي 1 ولا مفيش؟ في اللي هي كام؟ 4 اي 1 عندي اي 2؟ لا لا اكتب 0 اي 2 عندي اي 3؟ ايوه يس 3 اي 3 اودي الرقم الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تساوي 9 انت كده عملتي ايه؟
عملتي لي معادله فيها ثلاث مجاهيل استاذ. اتفضلي. طيب لو بدنا نعمل هاد كلياته يعني من اف سي دي ينفع، بس يعني الار 2 حنحسبه اولا. الار 2 كيف هنحسبه لو مسار خارجي امشي كده مش هحسبه. تيجي ناخد مسار تاني، تعالى ناخد المسار ده اهو بسرعه عشان الوقت ما يسرقناش. المسار ده هنبلش من فين؟ هبلش من هنا. يلا خرجت كده لقيت ايه؟ موجب. يلا مليني موجب ايه؟ خمسة. اي كام؟ يلا نزلت هنا لقيت ايه؟ خرجت لقيت ايه؟ سالب. سالب كام؟ ثلاثة. اي 3. كملي معايا كملي معايا كملي معايا. خرجت لقيت ايه؟ سالب. سالب كام؟ رجعت للنقطة ولا؟ حد فيهم حاجه؟ ايوه تاني يا بنات. خرجت موجب اي ار سالب اي ار بطاريه بالسالب يساوي صفر زي ما احنا بنقول دقيقتين. اجمع الاي 1 مع بعض في اي 1؟ لا يبقى صفر اي 1 في اي 2 بلس 5 اي 2 في ماينس ماينس 3 اي 3 يودي 12 الناحيه الثانيه. كده كتبنا كام معادله يا بنات؟ ثلاث معادلات. عارفه الثلاث معادلات دول عندك في الاله الحاسبه تدوسي كده مود مود خمسه اثنين مود خمسه ايه؟ هيطلع لي مصفوفه. ايوه بكتب المعاملات. ايه المعاملات؟ واحد يساوي سالب واحد يساوي سالب واحد يساوي صفر. خلصنا نقول. حد شغال معايا؟ ايوه. يلا أربعة يساوي صفر يساوي ثلاثة يساوي تسعة يساوي صفر يساوي خمسة يساوي ناقص ثلاثة يساوي 12 يساوي. دوس يساوي ادالك اكس. اكس بكام؟ 108 على 47 يعني 2.29 امبير. على فكره عارفه ده مين؟ ده اي 1. واي واي بتساوي كام؟ 2.36. بتساوي كام؟ 2.36 امبير. على فكره ده اي 2. اتفقنا؟ ناقص حرف الزي. الزد بكام؟ 0.06. كام؟ 0.06 صفر ستة امبير. عارفه يعني ايه سالب؟ يعني التيار المفروض عكس عكس يعني التيار عكس الاتجاه ايه؟ المفروض يعني هذا اي 3. اي ايه يا بنات؟ 3. ما تهديش المساله وتبوظ الدنيا. لا يعني اي 3 بدل ما هو كان ماشي انا فرضته كده هو في الحقيقه ماشي كده وقيمته 0.06 امبير. اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه. سعدت بيكم. السلام عليكم ورحمه الله.